thank you بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واهلا بكم في حلقه بدايه الاسبوع الاثنين الثالث عشر من يناير 2020، الثامن عشر من جماده الاولى الف 1441 هجريه كل عام وكل وقت وكل ساعه وكل اسبوع وانتم بخير. ايه يبدو ان الوضع في ليبيا رايح في حته ثانيه قلت لكم هنا في هذا المكان يمكن مرة اتنين تلاتة عشرة زعبولة القلة بتاع مصر ده لا هيحارب ولا هينيل ولا هيمن غرق حفتر واضطر حفتر يروح روسيا والتوقيع تم فين يا استاذ؟ في موسكو فين تاني؟ قول موسكو موسكو مش في القاهرة ولا ابو ظبي ولا الرياض الرياض ها ولا الجامعه العربيه لسه دي جوله اولى من توقيعات كتيره لسه لسه يعني في شغل ده اتفاق اولي لسه هنتكلم فيها النهارده بس انت وانا زعلانين صح ما انت زعلان والله انا زعلان زعلان ان بلدي في الملف العماله تبعت جنود وظباط ويموتوا ويتنقلوا وهنحارب وهنعمل ونسوي تطلع من المولد بلا ايه بلا بلح، ما بقاش فيه حمص بقى خلاص، ما بقاش فيه. تصدق وتؤمن بالله ان انا حزين؟ ما فيش ملف يا مؤمن اشتغل عليه السيسي ونجح فيه. وتهالي ما نجحش في الاعداديه كمان، حتى الاعداديه. الغاز اليونان واسرائيل وبروس واكبر وجبنا جون فاكر انت؟ بلح. سد النهضه راح لامريكا ورجع من امريكا راح على جنوب ايه افريكا بلح ليبيا بلح بس الاتفاق الاول اللي وقعه النهارده السراج في موسكو وحفتر قال لهم هشاور مرات ابويا وارجع لكم هيتم ولا مش هيتم هنناقش ده النهارده النهارده في كلام مهم اربع نقاط فقط لا غير اتفاق موسكو بين الواقع والخيال هيتم ولا مش هيتم اتنين الأسباب العشرة التي دفعت حفتر للذهاب إلى موسكو صاغراً راغباً راضياً معرفش هنا القاهرة ولا أين القاهرة؟ كان زمان يقول لك هنا القاهرة صح؟ دلوقتي بقى السؤال هو إيه؟ أين القاهرة؟ يبقى يعني العنوان زمان كان اسمه إيه؟ هنا القاهرة الآن أين القاهرة؟ هي فين؟ حد يدور عليها تعرفش يا ابني راحت فين القاهرة؟ والله بجد راحت فين؟ مفيش اي وصالح عقيله رئيس ما يسمى بالبرلمان المجلس النواب الليبي اللي هو 200 واحد وهو مش محصل فيهم 95 واحد في القاهره وفين؟ في البرلمان المصري مع مين؟ مع علي عبال، مع العبائل. وبيطلب من القاهره بيقول لهم والله العظيم لو العالم ما سمعتش الكلام ساضطر الى دعوه الجيش المصري لدخول ليبيا فابو سقفله له قال له امال الجيش المصري فين؟ ما هو في ليبيا طب وانت بتعمل ايه؟ مين اللي جابك؟ رهينه جديده في السياسه بيفكرك بمين؟ ايوه اسمه ايه؟ سعد الحريري لما خطفوه في السعوديه انت بقيت شاطر في السياسه ما عليك دي سياسه الرهائن في نفس اليوم اللي الناس يعلنوا فيه عن وقف في اطلاق النار مصر تاخد رهينه وتقول قول هنا اطلب الجيش المصري يخش ولا الجيش المصري يخش اصلا لانه مش فاضي الجيش المصري مش فاضي يعني بعافيه شويه بعافيه بيزبط عشان 25 يناير أو بقى عندكم اه والله بيظبط شوف هيعمل ايه هنعمل ايه في الليله الايام اللي السوداء اللي احنا عايشينها من ايام ما جه السيسي ده ولو تم الاتفاق مين الكسبان ومين الخسران لو تم مين الرابحون ومين الخسران نرجع لحضراتكم بعد فاصل قصير. <applause> اهلا بكم. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده السيسي لا بيحارب ولا بيعرف يحارب وعمره ما حارب عدو ولا عمر الجيش المصري حارب عدو طول ما في انقلابيين. وإذا حاربوا خسروا خسروا الحرب الوحيدة الشريفة النزيهة في تاريخنا المصري اللي قادها مصريون كانت 73 ونص حرب ونص مش حرب وده مش كلامي ده كلام البروفيسور جمال حمدان عليه رحمة الله والكواكبي وغيرهما من المفكرين الذين أدركوا أن العسكر الإنقلابيين تحديداً أشداء على شعوبهم رحماء على أعدائهم ما بيعرفش يحارب يا عمي أقول لك آه ما بعرفش أنت شفت الفيلم بتاع ما بعرف ما بيعرفش لما الخلع قانون الخلع ما بيعرفش بس هو عنده إيه عضلات عضلة اسمها عمرو أديب وعضلة اسمها عمرو إيه أحمد موسى أوبا وطلع في الآخر إيه البعيد يعني لما يعني قلها لها انا وانت يعني واحد اعتبريني زي اخوك استر علي الله يسترك صح عمل حاجه عمل شيء قلت لك انا في الجمعه او الخميس اللي قبل اللي فات قلت له ريح انت مش هتحارب جه الاتفاق بتاع موسكو اللي هو موسكو انقره يعني تركيا ومين وروسيا ليه تركيا وروسيا لان تركيا دوله ذات ثقل لها وزن لما تروح تتعامل تتعامل مع دول وتعمل اتفاقيات مشروعه وكلمتها زي السيف قلت لك انا بيلوح بالعصايه ما بيضربش بيها اللي راحوا ليبيا لحد دلوقتي من تركيا 35 عسكري مش عسكري يعني يعني ضابط عسكري او مستشار 35 واحد فقط لا غير راحوا هناك اولا الوفد الليبي اللي بي بيمثل حكومه الوفاق رفض يقعد مع حفتر على الترابيزه واعتبره مجرم وده كلام مهم ليه لان هو مجرم مجرم طب ازاي هنتفق مع مجرم ده تشرب المر عشان ايه تحقق سلام هناك خلافات حول هل يخضع حفتر للحكومه ولا هو اعلى من الحكومه هو عاوز يبقى اعلى من الحكومه، وعشان كده الحرب قامت عشان هو عاوز يبقى اعلى من الحكومه. والسراج بيقول لك لا انت وزير في الحكومه. الاوروبيين بيقولوا له انت وزير عشان الارهاب. بس قال لهم لا انا القذافي الجديد. طيب انت رحت يا حفتر الى موسكو باذن وبعلم ابو ظبي وبعلم القاهره ولا لا؟ دي نقطة تانية هنراجعها مع بعضينا لأنه مهم جدا وبالتالي الاتفاق ما زال حتى هذه اللحظة وقع عليه السراج وقف إطلاق النار تشكيل قوة من الطرفين تحمي الاتفاق والناس تنسحب والكلام ده كله وقع حفتر وقع السراج واستني حفتر احتمال يكلم جوز يقول له ايه هناخد رايه كمعلم واحنا هو كويسين على ما نشوف السيسي بيعمل ايه السيسي عمال يهلفط وبعدين السيسي ما حضرش النهارده في موسكو صح فالاتفاق طلع بعيد عن ورا ظهر مين عفتها عمال يقول له كده عباس منك لله يا عباس هذه احقر حكومه مرت ببلدي في تاريخها ان يقضى في امر الجنان اللي احنا بنساعدهم ومع السلامه سوريا نفس الشيء سوريا نفس الشيء، قاعد يعطيها ويعملها ولا حد عبّره في الجزمه، اليمن نفس الشيء، يساعد ولا حد عبّره في الجزمه، ايران يا راجل هو كان باعت يطلب عونها عشان بيقول لك ان مرسي ومش مرسي، الوفاق الليبي اي وقع وهو مطمن، ليه؟ انا موجود وانت بقالك ست سبع سنين تضرب فيا وانا ما حصل لك شيء وبعدين انا موقع اتفاقيه مع حكومه ايه؟ شرعيه، انا حكومه شرعيه موقعه مع تركيا وتركيا جاهزه شويه طيارات علشان شويه حاجات صغيره كده كل العيال دي ايه تجري لانه هي في النهايه مش هتبقى حرب ارضيه اللي هيخوض الحرب الارضيه هم الليبيون وشويه مرتزقه من الناحيه الثانيه دول بيجروا بسرعه جنجاويد على بنجاويد على بقى. كل البقاله دي هتقفل السؤال مره ثانيه مين اللي عاوز يفشل هذا الاتفاق مصر السيسي ليه؟ خدوني معاكم لما تشوف الصور دي مفيش فيها سيسي مفيش فيها سيسي مع ان السيسي ده كان عنده فرصه عظيمه جدا وانا قلت كده قبل كده انه يجيب حفتر ويجيب السراج ويجيب كل ليبيا ويقعدوا معاه بصفته وسيط نزيه دوله كبرى اختكم الكبيره يا اولاد فقدنا هذا والاخت الكبيره عرت كتفها وظهرها على راي السيسي فاصبحت لما اخذ بين قوسين سلوكها مش كويس ما هو فيش حد هيروح يخطئ كل الناس هتتبرى من اختهم الكبيره دي لان سلوكها مش مش مظبوط او بتكلم سياسه والله النهارده يوم اسود اخر على دماغ السيسي ويمكن على دماغ الشعب لانه عيب قوي انه القضيه الليبيه يتعمل فيها كده مين اللي عاوز يبوظ الليله دي؟ قلت لك عبد الفتاح، ليه يعمل ايه عبد الفتاح؟ انت عارف بقى لما واحد يتجوز على مراته فيجيب لها دره بقى ها؟ عمل ايه؟ دعا واحد اسمه صالح عقيله وقال له روح البرلمان عندنا، ده برلمان مضروب وده برلمان مضروب ما انت عارف. خلينا ناخد راحتي مع الكاميرا شويه كده يا استاذ. ايه بقى اللي حاصل؟ جابه صالح عقيله يقعد على كرسي البرلمان جنب مين؟ علي عبعان. وده لا مؤاخذه مسفت من ستة لسيد الاثنين لما أخذ ده كذا وده كذاين أنت عارف الجملة يعني فالراجل دخل البرلمان وقال لهم وإذا العالم مش هينتبه إحنا والله العظيم والله العظيم والله العظيم هجيب لكم الجيش المصري يا أخي تنيل على عينك عشان اختي الجيش المصري المسألة ما هو موجود نعم فتح السيسي قال لك بالنص نحن موجودون وندعم حافطر مش إحنا عندنا منشد كده يا شباب مالشتات هو مش قال كده؟ هتودي ايه تاني؟ عاوز تودي كعك بسكويت حاجات تانية؟ ده موضوع اخر. لكن هذا المتخلف جاي بيقول لهم الجيش المصري وكأن الجيش المصري شغال عند ضمه يعني هيقولوا ايه تعالى فيقوم ايه؟ يلا يا اولاد يلا تعالى يا جيش يا مصر خش عندنا. والحاجة التانية البقر اللي في البرلمان البقر بيسقفوا له. ده انت وظيفتك تيجي تعمل لجنه استماع واثنين وثلاثه واربعه صح ولا لا؟ وتقعد تقول يا جماعه الخير لو سمحتم تعالوا نناقش السلبيات والايجابيات والموقف ومش الموقف. اسمع بقى الراجل الاهبل ده والاهبل اللي جنبه والطراطير اللي قاعدين دول حقيقه شيء مخجل جدا جدا يا استاذ والله والله يا ما تصدق انا مش عايز اقول قلبي واجعني اه انتوا رايحين بقى روسيا؟ طب انا عندي كارت هطلعه الراجل ده هنا عندي وقول يا عم ان انا هدعي الجيش المصري يا عم ما تدعي ما هتاخد الجيش كله وتروح هتحل المشكله يعني ادراكك لانه انت اصغر بكتير قوي من حل المشكله هو اللي عمل لك مشكله يعني انت فاهم ان لما تجيب عقيله صالح ده عقيله صالح ده ولا صالح عقيله ده قاعد كل اللي عنده كام 90 واحد من 200 والبرلمان اصلا منتهي صلاحيته من سنه 2014 ايه رايك؟ ما حصلتش انتخابات رهينه عقيله صالح رهينه عند مين؟ عند السيسي والسيسي بيقول انا هفركشها لكم اصل الراجل هيدعي الجيش كان بتوع اوروبا خايفين منه او الليبيين التانيين خايفين يمي يمي هو الجيش جاي ايه ده؟ ايه الحتة ده؟ اللي بيوجع اللي بيضرب ما بقولش هضرب الاطراف جمعه عملوا اتفاقيه بس بخ ادخل نعمل يا اهو خش الجحور يا ولد نفس الشيء اللي عمله محمد بن زا سلمان عمله السيسي اختطف رئيس الوزراء اللبناني وده اختطف رئيس ما يسمى بالبرلمان والاثنين اطلع من القاهره وقول والله العظيم لو ما احترمتوا نفسيكم لو حصل تدخل يا عم حصل تدخل حصل تدخل اهو انا بقول لك اهو يا صالح ويا علي عبد العال هناك تدخل تركي في ليبيا ها عاوز اكتر من كده؟ والله العظيم في تدخل عبر اتفاقيه ها هتعمل ايه؟ وحصل تدخل ها يمكن ايه؟ شيء من الخيبه الخيبه انك تقع في موقف زي ده وتقعد تتفرج وتبقى قاعد في القاهرة كده مع سامح كشري وابو الغيط وابو الليف ولاد ال ولاد الاكابر دول قاعد بتتفرج على مؤتمر موسكو صح؟ يا سلام بتشجع اللعبة الحلوة مصر مصر العظيمة قاعدة تشجع بتشوف ايه اللي بيحصل في ليبيا اللي جنبها كما كانت مصر العظيمة تشاهد ما الذي يحدث في السودان لما قسم ولما كان بيحصل في اليمن وفي سوريا كل هم السيسي يبيع شويه ذخيره للمتحاربين ده كله يعني بصراحه بصراحه طموحه الكبير قوي انه كان يبقى تاجر سلاح يعني لو يعني يعمل له قرشين فانتبهوا يا جماعه انتبهوا في الخارجيه انتبهوا في المخابرات انتبهوا في الجيش هذا الرجل لا يمكن ان يمثل مصر لا يمكن المنظر الاتراك والروس هذا الاتفاق يمكنه أن يبقى أن يصمد طبعا فيه دول تسعى لإجهاضه من أجل شيء واحد بس هو إجهاض الدور التركي خلاص أول دولة مصر تاني دويلة هي أبو ظبي السعودية خش ولو أني معلومات البسيطة اللي عندي السعودية كانت عاوزة تتفك من الدور الإماراتي بس مش عارف يعني لو تقول لي ان مين رهينه مين اقول لك محمد بن سلمان رهينه في ايد محمد بن زايد وماسك له ملفات زي بتاعه مرتضى منصور بالظبط سجل بقى عليا في السوشيال يا عم بتاع السوشيال عشان السوشيال زعل يوم الجمعه ان انا شكرت في كل الاقسام الا هم اهو بعلو صوت السوشيال ده احسن حاجه في الدنيا سجل يا عم محمد بن سلمان رهينه في ايد محمد بن زايد ويبدو انه ماسك عليه ملفات زي ملفات مرتضى منصور حلو كده انا قلت اللي عليا زي يعني يبقى مصر او السيسي ابو ظبي السعوديه كلهم كارهين الدور التركي طب بقى إيه يا زوبع انت بتقول لا تعالى بس هوريك حاجتين عشان تعرف الحكايه دي علي عمال طبعا ما بيتكلمش في السياسه بس قال كلام مهم مع خالد ابو بكر بيقول ايه بقى فيه بيقولك لا ده في دور عثماني موجود كبير واحنا مش هنسكت صح قال كده؟ زي ما انت شفت كده الاخ في مشروع وعثماني مع ان المسافه بين القاهره من طرابلس وابو ظبي 1400 كيلو ومع ان الاتراك رجعوا له الميه الاقليميه بتاعته والميه الاقتصاديه اللي كان رايح منها 40000 كيلو بس هي اللغه كده فيبقى الناس دي وعلى راسهم راس الفتنه في العالم كله محمد بن زايد لا يا لا يريد الاسلام يكاد محمد بن نقل الي احدهم ان محمد بن زايد قال له وددت لو ولدنا نصارى طبعا بتاع السوشيال ميديا دلوقتي مش سامعني بس انا هقولها له تاني وددت لو ولدنا ايه نصارى او غير مسلمين العالم دي بتكره الاسلام موت وبينقلوا الكلام ده لمين للببغاوات في مصر واحد من الببغاوات دول مين اهو أستاذ، اهو يا سلام هو فين ال اه بص والبعثة بعت هي ريسبوندد باي امبلويينج اتاكتيك صح هيز اون فادر هاد يوز استخدم نفس اسلوب ابوه سندنج هيز ارسل ابنه الى اثيوبيا ده في المقاله بتاعت محمد بن بن زايد الرؤيه السوداويه ارسل ابنه الى اثيوبيا ليه؟ ليلتحق بالصليب الاحمر to appreciate the moral worthiness of non muslim عشان تقدير ها الجانب الاخلاقي لغير المسلمين وكان المسلمين ما عندهمش اخلاق ده اللي قلت لك عليه من شويه انا ما جبتلكش حاجه من عندي ركز فمحمد بن زايد بيرى انه اخلاق المسيحيين افضل من المسلمين وهو لا يرى في الاسلام الا العيبه والحاجه الوحشه لعنة الله عليك وعلى اللي خلفوك، معلش تزعلش مني يعني. شوف شوف ده اللي بيحرك حفتر ليه؟ مش عشان ليبيا تبقى فيها ديمقراطيه ولا الكلام ابدا 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 هو قال نفسه نحن ندعم اي ديكتاتوريه على ان ياتي الاسلاميون. عبعان مصر افشلت المشروع الاخواني لتقسيم المنطقه. واو واو اخواني يا ريتهم موجودين يا ريت الاخوان موجودين سيبك مني طلع لي خالد ابو بكر وبيقول لك بملء الفم ان في مشروع اسلامي واحنا مش بتوع الاسلام ايوه يا جماعه مش حمزه زوبع قال لك هنا كده الكلام ده من سنه 14 الخطه ضد مين؟ ضد الاسلام مش ضد الاخوان ولا ضد الثوره ضد الاسلام مشروع محمد بن زايد ضد الاسلام قولا واحدا اتفضل يا استاذ خالد عرف بقيه البقر ان انت راجل واضح وصريح وبعرض حقوق زيك زي غيرك ايوه مشروع اسلامي ار يو مسلم نو ار نوت مسلم امال احنا ايه ار يو كريستيان نو ار ايه ولا حاجه انا ابو صبي قال لي يا استاذ ما قالش مشروع اخواني قال مشروع ايه اسلام وانا ما اقدرش استحمل تركيا في طرابلس والله مش هستحمل حاجات كتير <applause> انت يا خالد مش هتستحمل ولا كمان صاحبك هيستحمل بس هم في طرابلس اوريدي يعني 35 واحد بس وبيلعبوكوا عشان الشناكل لان انت اخبي في دوله بتتكلم عن الاسلام بتتكلم عليها كده الله يرحم زمان كنت بتقول على السعوديه صاحبه الدوله الاسلاميه وصاحب فاكر والمشروع الاسلامي وبتطبل وخدمه القران راح ده كله وبقت تركيا وحشه عشان بتعمل مشروع اسلامي ده بنعمل ايه بالله عليكم حد يجاوبني، خد ودي معايا، أنت راجل غلبان وطيب، قل لي أنا أعمل إيه في الـ يعني أنا عاوز أفهم أعمل إيه هنا؟ يعني نعمل إيه؟ نعمل مشروع إيه؟ يلا يعني كفتة؟ في حد يقول كده يا خالد؟ آه لأنه مطلوب يقولها محمد بن زايد حاطب جزمته بقوم ريالاته ولا دراهمه بقوم إحنا ضد المشروع الإسلامي يا هوبا إحنا ضد الإسلام خالد غير اسمك يلا حبيبي خليك جون او كريستينا انت لي عليك انك تبقى مره دي المشاريع يا جماعه الراجل بيقول لك هاي عايزين يعملوا مشروع اسلامي لا مشروع لا طب نعمل مشروع ايه عندك مشروع عربي عندك مشروع فرنجي مشروع ايه اللي عندك اوعى تقول مشروع الجمبري ولا مشروع ما فيش حاجه يابا فلسوا ده كله على 35 عسكري راحوا تركيا من تركيا راحوا ايه طرابلس بس ده كله عشان تركيا قالت هاجي انقذ حكومه الوفاق بس لا راحت عملت مش عارف السودان ولا سد النهضه ولا بعد جزر ولا مش كل ده ولا انا غلطان فنعمل ايه نخلق عدو تركيا المشروع الاسلامي يا جماعه المشروع الاسلامي طب ما تعمل انت مشروع ولا عندك الا الدنس ما تعمل اي حاجة يا جدع ده الاخ مين ده الاخ اللي كان بيقول السيسي معقولة السيسي يقعد يفوت شركة سيمنز فطلع له السيسي وقال له ايه فاكر يا عبده قال له انتوا مش فاهمين حاجة واحد يقول لك ازاي الرئيس بيفوت شركة سيمنز انتوا تقعدوا وخدوه راح لحس جزمة محمود السيسي لحسها في المخابرات ده وقال لهم طب خلاص انا بتاعكم في ايه انا غلطت عين وغلط فدلوقتي بيقول لك المشروع الاسلامي ايوه المشروع الاسلامي قبل الانقلاب في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي كنت في مقابله معاه عند معتز الدمرداش هل انتوا بتضحكوا على الناس ازاي؟ قال لي بتكفروا الايتام عشان يصوتوا لكم في الانتخابات تضحك, <تضحك> الايتام بيبقوا كده ما بيروحش يصوت يا حماده يعني يعني طب ما احنا ما منعناش الناس يعملوا خير حد منع حد يا ابويا طب احنا بقالنا لنا سبع سنين ثمان سنين تسع سنين 10 عش... في السجون الناس كلها بتقول اخوان حد عمل حاجه يا ابويا؟ حد عمل فعل خير في البلد؟ ابدا ما فيش فمصر ابو ظبي السعوديه يريدون هدم اتفاقيه موسكو وربنا يستر ليه؟ علشان حفتر خلي بالك بكل عيوبه هو راجل بتاع بلده يعني هو يرى نفسه زعيم فوق ابو ظبي وفوق الرياض وفوق السيسي انا يعني بقول لك كلام رسمي فهمي نظمي ولما بيتعامل معاهم بيتعامل ازاي بص ما بيخش عليهم كده محني يعني لما تقارن سلوك حفتر بسلوك السيسي السيسي دايما متني كده لا مؤاخذه صح ولا غلطان حفتر لا حفتر بيعتبر نفسه خليفه القذافي أنا راجل حاربت، أنتوا مين؟ أنت مين يا ابني؟ يعني ينظر الي باحتقار ويريد أن يصل إلى السلطة. ليس لخدمة أهدافهم بس، كمان عنده مشروع. عنده مشروع، بالمناسبة الغرب عاوز حفتر يبقى في السلطة مع الوفاق أو بدونها عشان بيقول إن هو بتاع مقاومة داعش. ما فيش داعش ولا حاجة بس يعني المتطرفين. بالمناسبة حكومة الوفاق هي أكثر من أسقط الدواعش في ليبيا واللي استعان بالدواعش في ليبيا هي حكومة مين حفتر بالمناسبة يعني للتاريخ وستقرؤون ذلك وتسمعونه طيب يبقى أبو ظبي عبد الفتاح السيسي محمد بن سلمان متداري محمد اللي من دول متداري شويتين ما بيطلعش حتى ما راحش عزة سلطان قابوس ما عزاش في وفاته اللي راح سلمان يبدو ان هو اتصل فقالوا له لا تبعت ابوك يا ما تجيش هو بيخاف يبقى نمرة واحد هذا الاتفاق ما زال يتارجح ما بين الحدوث وعدم الحدوث التوافق مين اللي عاوز يخربه الثلاثه الثلاثي الايه؟ المرح مين الدوله المتزعمه السيسي ليه؟ دوله لان ما عندهاش دوله في مصر السيسي يريد انه يقول انا هنا انت هتاخذوني معاكم ولا لا؟ اوروبا تريد ان يكون الاتفاق اوروبيا دوليا ليه عشان تضمن علاقتها بكل الاطراف والا يكون الطرفين اللاعبين هما موسكو وانقره اوروبا بتخاف من الاثنين خايفه من تركيا لان يعني دور اردوغان وتركيا بيتوسع وخايفه من روسيا لان روسيا دخلت سوريا ما طلعتش فهم خايفين ان هم يخشوا فين هناك وهناك غاز فهم مش عاوزين الدين تلعب اوروبا تريد حد قوي يسيطر على الحدود عشان اللاجئين اللي بيروحوا الامم المتحده عاوزه الاتفاق باسمها عشان يبقى ايه ما يبقاش باسم مين روسيا وتركيا ففي غيره سياسيه موجوده وفي حقد وحرب على تركيا موجوده ما شفتش واحد منهم اتكلم على روسيا سمعت انت ابعدال بيتكلم على روسيا وقال لك ده احتلال وتدخل ما تكلموش انما يتكلموا على مين على تركيا، يقول لك الغزو العثماني. الأمم المتحدة عاوزة المسألة تروح في مؤتمر ترعاه في برلين، وبرلين يعني مين؟ يعني ميركل، ميركل تريد أن تقود أوروبا، فعاوزة المؤتمر يكون إيه؟ عندها وهي بتستعد وكانت مستنية لما تشوف حفتر هيعمل إيه؟ فما عملش فقال لك ننقذه قبل ما إيه؟ قبل ما يغرق أكتر. ميركب تؤكد للسيسي دعم حل سياسي. لا <applause> وده كلام برضه مش عيب يا جدع، شيل يا عم الكلام العربية ده. بتؤكد له الحل السياسي؟ اه ليه؟ بتقول له يا سيسي يا اللي ما بتفهمش انت ما عرفتش تعمل حاجة. صح كده ولا لا؟ هي قالت له كده. الطلاينة دخلوا الطلاينة دخلوا بقوة هنا النهاردة والنهاردة بالليل ولا بعد شوية أظن في القاهرة. الجزائريين دخلوا على الخط واخد بالك؟ الآن أوروبا ميركل تريد أن تأتي بالسعودية للمؤتمر لسبب تاني خالص الفلوس والأوروبيون لا يريدوا لتركيا أن تنفرد هي وروسيا بالملف عرفت؟ ففي منافسة سياسية الناحية دي وفي حقد وكراهية الناحية دي وتركيا بتمشي في طريقها زي السكينة في الايه في الزبدة ولا في الجاتوه في الحلاوة الحلاوة تبقى ناشفة شوية خليها في الجاتوه يعني الجاتوه اللي هو الحلويات انا فاكره يعني اللي هي التارت ولا التورته صح؟ فاكر انت قطع الحلويات دي؟ كان في مخبز الحسيني في شبرا الخيمه كان دايما بنجيب منه الحلويات بجد والكياز الفينو اللي هي الصمون ده والكوز الفينو اللي كان ب... 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 بتعريفه او بقرش يا والله كان بيطلع من الفرن بقى والراجل يقوم عليه كده ورش عليه سمسم سم. فاكر انت؟ انت ما كانش الحاجات دي ما تكدبش انت مواليد كام؟ 70 ولا 80 انت بقى متاخر ده الجزء الاول خلينا نروح بقى للجزء الثاني في التعليق السياسي على ليه حفتر وافق يروح موسكو خلي بالك حفتر مش عبيد حفتر عنده طموح سياسي طموح كبير جدا في عشر اسباب هقولهم لك ممكن يبقى 11 ممكن يبقى 12 بس انا اقول لك 10 اسباب ذاكرهم كويس ال10 اسباب دول لازم يكونوا مروا عليك وقالهم لك بالتواريخ واحد حفتر لم يستطع الحسم فاي واحد لا يستطع الحسم ترمي له اي حاجه يقول لك خد بايدي انا معاك هو بيدعي البطوله وضرب مش عارف اطراف طرابلس ومش عارف وسيرته كل الكلام ده ايه كلام هكس لانه لو دخل التركي بقوته هيرجعه الى القاهره مش هيرجعه الى بنغازي غازي بالمناسبه وهيخليهم كلهم يقعدوا في الهاكستيب بهزرش شوية طيران هيفكوا الدنيا دي كلها وتتحمل تركيا شوية إدانة من هنا رتاع. بس في النهاية هيخلوهم زي القطط قطط الفطسانة نمرة واحد إنه ما حققش نصر، المنتصر يفرض كلمته. صح؟ من الذي انتصر حتى هذه اللحظة؟ المحاصر هو مين؟ هي طرابلس حكومة الوفاق الذي ادعى النصر وخرب أبو ظبي خرب بنغازي وخرب الدنيا دي كلها هو حفتر، حفتر بيلبس البدلة العسكرية وهو متمرد. فنمرة واحد ما حققش نصر عسكري. اتنين توقيع الاتفاق التركي الشرعي مع ليبيا. البعبع جه. زمان السادات وده مهم جدا تعرفه واكيد بتعرفه لو بتشتغل معاه بالكاميرا دي كان دخل الحرب بتاع 73 وبعدين حصل جسر جوي من من امريكا لاسرائيل شحنله بسلاح سلاح و و اخره فقال لك لا انا الحرب واخد ان انا احارب مين؟ احارب اسرائيل مش احارب امريكا ساعتها كان قال لك بص سواء كان تقديره صح ولا غلط على عكس تقدير سعد الشاذلي الله يرحمه الحكايه دي خلت السادات يجيب ورا سنه ان انا عاوز اقول لامريكا تعالى تفاوضي معايا بس خلاص نفس الكلام ما عندكش حسم عسكري في قوه كبيره دخلت على الخط يبقى ده نمره اثنين الاتفاق الايه؟ التركي الليبي نمره واحد عدم الحسم ثلاثه دخول الجزائر على الخط يعني ايه دخول الجزائر على الخط؟ خلي بالك في مساحه حوالي 950 كيلو متر تماس ما بين تركيا ما بين ليبيا وما بين مين الجزائر فلما الجزائر ترفض سلوك حفتر وترفض المساس بالعاصمة يعني حتى لو انتصرت سنفتح باب للمقاومة من عندنا بدون ما تعلن ده خلي بالك من الحكاية دي لأنها مهمة لأنه أنت بتستفز الإسلاميين والجزائر كلها إسلاميين هيعمل إيه المعلم هيفتح البوابة كده صغير ولهم أنتوا بقى سيبوكم من أننا مننا إحنا في الجزائر روحوا إيه الى الجهاد ما بهزرش ده كلام رسمي فعمي نظمي فقالت لهم الجزائر لا ترابله خط ايه احمد فاصبح عندك الجزائر ضدك وتركيا ضدك وبعدين ايطاليا لما مصر قالت لها تعالي من اجتماع القاهره سابت الاجتماع وما وقعتش وما حضرش المؤتمر يعني ادت بالجزمه القديمه سامح شوكه كشري ده وقالت لهم عيب الكلام الفارغ ده اليونان فين؟ بالمناسبه دلوقتي القاهره دايما كل ما تحصل حاجه كل ما اثنين يتخانقوا شوبير اتخان مع, مع مرتضى يجيبوا اليونان. مش عارف مين يضحك يزعل مع مين يجيبوا اليونان وقبرص. السيسي ما عندوش الا الاثنين دول. راحت فين؟ مش موجوده في الاتفاق بالمناسبه، ولا حد زارها ولا حد عبرها في الجزمه. خلي بالك. عشان اعرفك الحلفاء نوعهم ايه؟ لما تيجي تشتري اشتري حليف ايه؟ قوي، ما تشتريش كده. راح المعلم الى القاهره بتاع ايطاليا ومشي بدون ما يوقع على إيه على الاتفاق واصدر تصريح انه اللي حصل من السبب الثاني بقى تنديد ايطاليا بضرب الكليه العسكريه فين؟ في طرابلس. فكده ده سبب بقوا اربع اسباب. خامس جامعه الدول العربيه قال لك نحضر العفريت يلا جامعه الدول العربيه وندير التدخل التركي وندي لا ما مش كده ولا يا استاذ علي؟ يعني ما حصلش اي شيء يعني جامعه العربية اجتمعت ما اجتمعتش السعوديه ادانت ما ادانتش لا مؤاخذه يعني لا يعني لا في بوزها ولا في ظهرها ولا انا غلطانة يا استاذ مش عندكم في البلد بيقولوا كده يعني لا في بوزها ولا في كعبها الاجتماع بتاع ايطاليا بتاع اليونان وقبرص والقاهره وايطاليا فاشل الجامعه العربيه فاشل الجزائر هددت بانها مش موافقه على حكايه ايه العاصمه ومش موافقه على المذابح ايطاليا مش موافقه على المذابح، الجامعه العربيه فشلت، طيب. اوروبا دخلت على الخط هي والامم المتحده. بعد حادثه الكليه الايه؟ الحربيه. فاصبح في عنصر جديد، في ضغط تاني اهو. ما تقوليش القاهره بقى، القاهره هنا بح ملعب. ادي سبب تاني. جم عملوا ايه؟ قال لك أنا عندنا حاجه اسمها نواب تبرق انت نواب تبرق؟ ما انت نواب تبرك. نواب تبرك دول جمعوهم وقالولهم لهم تعالوا انتوا البرلمان تسعين واحد. الكلام ده كان في شهر اظن يوليو اللي فات. قال لهم تعالوا تبقوا وحك... تشكلوا حكومه خلي بالك حكومه داعمه لحفتر فانت يبقى عندك عسكري وعاوز له حزب. فيبقى زي ما في حكومه الوفاق يبقى اختلفوا مع بعضهم وقاموا ايه؟ ماشي تاني حاجه اجتمع 38 نائب في يناير 20 في القاهره برضه مختطفين وقرروا قطع العلاقات مع تركيا <تصفيق> <تصفيق> يا ابني انت مالك مال تركيا انت علاقتك انت تقطع انت ايه؟ عارف اللي هو الايه؟ الهجايص زي ما عقيلة قال كده سنستدعي الجيش المصري انت مين يا يا ابو انت ناس في التعبير انت مين؟ انت مين تمثل ايه؟ انت واحد قال له هو الرهائن هات برلمان تبرق هات 38 واحد هات 50 واحد مفيش اي حد كل ده عمل عند الراجل ايه حفتر قاعد يذاكر المفروض ان هو بيذاكر فما تلقاش قدامه الا الحيط والروس قالوا له بص معلم احنا اعترفنا بان فاجنر مش تبعنا واحتمال نمنعها لان لو اتقبض على المرتزقه بتوع فاجنر الروس هتبقى فضيحه بوتين ايه جلاجة. فحد قال له يا بوتين لم العيال بتوعك دول فجه مع ميركل قال ايه زي ما انت سمعتوا قبل كده قال لكم يا جماعه الناس دول مش تبعنا والله العظيم دول مقاولين احنا ما دعوي بيهم فتقال له لم العيال دي وبالتالي الجنجاويد وتاجر المعيز بتاع المح... المطلوب للمحكمه الجنائيه اسمه ايه حمدوتي حمدوتي ولا حمدتي ولا حمدتي اي حاجه ابن حميدو عشان بعض السودانيين بيزعلوا هو ابن حميدو هيلم العيال ايه دول بس هو دلوقتي بيسترزق منهم زي ما انا قلت لك عشان في معارك جايه في السودان هو بيسترزق والفلوس بيدفعها مين؟ خلفان ابو ظبي او نعم هم بقى خلفان دلوقتي او جواميس ابو ظبي اللي بيحلبوهم صح ولا لا؟ طيب بقى في عندك عشر اسباب لو انا من حفتر هقول ده فرصه عظيمه بالنسبه لي ان انا ايه؟ بعتوا له قالوا له اطلع على الطياره روح ايطاليا وبعدين قالوا له على موسكو راح قال لا جم الجماعه بتوع ليبيا، الثوار في ليبيا خالد المشري قال لهم لا ولا هنقعد معاه ولا هنسلم عليه. قام هو قال لك وانا كمان مش هسلم ومش هسيب السلاح ومش هرجع للحدود ومش بمناوشات كبيره جدا لكن في النهايه انا بقول لك ده خالد المشري اللي اعلن التحدي ده قال لك احنا ما احنا يعني هنقف ضد العدوان واحنا مفيش حاجه اسمها انه حفتر راسه براسنا ده متمرد ولا احنا مش معترفين بيه رفع السقف رفع السقف فحفتر ما قداموش الا ايه انه يستجيب له او يقبل بالتدخل التركي الحاسم والقاسي خلاص يا استاذ فهمت ففي عشر اسباب يخلوه يعمل كده بقى 11 دلوقتي لانه خالد المشري بكلامه ده يخلي ايه بقى اللي حاصل في المفاوضات دلوقتي اللي حاصل انه خالد انه انه الجماعه بتوع الوفاق السراج بيقول لك دي حكومه انا رئيس الحكومه وهو شغال عندي في الحكومه وزير دفاع. بيقول لهم لا انا القائد العام قال له انت القائد العام على عيني وراسي. بس انت هو رافض يكون وزير دفاع بالمناسبه. حفتر شايف نفسه مش وزير دفاع ده وزير امه لا اله الا الله كلها ده رئيس امه يعني حفتر بيشوف نفسه طبعا القرد في عين امه غزال ما اعرفش في عين امه كان ايه لكن هو كان اسير مش غزال ولا حاجه حفتر شايف نفسه اكبر من السيسي واكبر من كل انا بقول لك كلام وانا عرفت لك الفيديو بتاعي لما بتاعه لما لما كان بيقول مصر طمعنا فينا هو دي عقيدته لحد ما ربنا بقى يدي حقنه ويروح في الغالب في سبب اخر وهو مرض حفتر إن بعض الاطراف عاوزاه اللي يوقع بسرعه عشان ايه خايفين لا يكون تعبان ربنا يعني يشفي عبيده كله وبالتالي عاوزين نخلص قبل ايه ما يموت لان مفيش بديل له واللي بتعمله مصر في حكايه البرلمان وتلميع الراجل ده كلام فارغ لانه لو سقط حفتر لاي سبب وربنا يسقطه لاي سبب كل الدنيا دي اتكركبت وسينتشر الجيش الليبي بتاع طرابلس في الارض لانه كل الباقي دي عباره عن مجموعات كان حفتر بايه بي بيدفع لها والامارات ما تقدرش تهوب هناك تقدرش تهوب لو دخل الاتراك ودعمه بشكل منظم مش بشكل قتالي بشكل منظم الثوار في ليبيا المعارك هتحسن هتحسن بدرجه كبيره جدا 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 طبعا انت ملاحظ حاجه ان مصطفى بكري كان بيتكلم على الاسرى الاتراك ما فيش اسرى اتراك وبيتكلم على اسرى مش عارف ايه ما فيش اسرى واللي كانوا بيتكلموا على الحرب يا سيسي لازم تخش مش عارف راحوا فين في حد عندنا منهم ناس كانوا بيقعدوا يقولوا كلام كده ايه عبيط والسيسي قال لهم ما حدش هيجرجرنا الحرب ما تقلقوش ما تقلقوش ما فيش حد يقدر يجرجرنا الحرب هو انت بتعرف تحارب يا لا. انت ما بتعرفش تحارب وهنا لازم نقف ونشوف هل موضوع الاتفاق ده هيمشي على خير ولا لا؟ لو القاهره عقربت وابو وز... ظبي رابط في المساله مش هيمشي بس البديل هو انه حفتر هياكل علقه ما كلهاش حمار في مطلع لان تجربه التدخل المصري في سوريا في اليمن في ليبيا زي الزفت يعني لو انا من الدول دي اللهم لهم الله يعطيكم العافيه غرف من احنا هنجيب هنجيب اي حد من اي حته لانه واضح ان التدخل المصري ما بيجيبش نتيجه علاوه على ان الملفات المصريه نفسها مرهقه انت عندك ملف ميه ميه دي ميه دي لو انت تحطها التحدي الاول صح فانت هتيجي تروح ليبيا ولا تروح للميه ولا انت عارف لا تروح لليبيا ولا الميه الغاز وجبنا جون طلعنا ان احنا مؤاخذه داخل فينا 200 جون يعني ما عندناش حاجه تاتي من فوق وتحط على الجيش الوطني ده كلام فارغ مالوش اي معنى لكن زي ما انت شفت كده هو بيرى انه مصر اعداء وتونس اعداء والجزائر اعداء وليبيا اعداء وشبرا اعداء و... وعتبة اعداء كل الناس اعداء اللي يعني طمعانين في الخير اللي اللي هو بيقعد فيه طبعا حفتر اضطر لتلبيه نداء السلام ولو مؤقتا تماما كما اضطرت مصر للموافقه على السلام او للبدء في الهدنه هو مصر اعلنت رسميا انها موافقه ف... والمتحدث باسم حفتر اعلن رسميا انه موافق خلي بالكم ان الكلام ده مهم اعلنوا رسميا يعني في ادانه ضدهم انا في حلقه من الحلقات قلت لك ليه مصر اضطرت لكده والنهارده قلت لك ليه حفتر اضطر كده افكرك باللي انا قلته ليه مصر مضطره تقبل بكده بس انا الان مصر مضطره غصب عليها انها تروح ليه تدعم الحل السلمي. ما عندهاش حل. لان لو كان عندك حل كنت عملت ايه؟ كنت حسمت المعارك، رغم ان انا ضدها بس على الاقل كنت اقول يعني ده اتذكر قوي، صح؟ ما حصلش. فجلبت الى المعركه الجزائر وتركيا وايطاليا وتونس وجلبت في الناحيه الاخرى بوتين وقلت له ايه؟ ابعت إيه شويه ايه ناس من الفاجنر. طب هو بوتين اجتمع مع اردوغان بالامس. وقال لك ايه؟ نطالب بوقف اطلاق النار، صح يا يعني بوتين ما راحش على القاهرة، ما طلبش السيسي يقعد معاه. بوتين وتركيا خارج حدود ليبيا، يا جماعة ركزوا، الله اللي بيتكلموا عن الأمن القومي المصري يركزوا، الأساتذة والجهابذة يفهموا طبيعة اللي بيحصل فينا. أنا راجل مصري حتى النخاع، بقول لك اللي بيقول ويطالب بوقف إطلاق النار مين يا أستاذ؟ بوتين ومين؟ وتركيا ومين اللي بيتحكم في الملفات في سوريا؟ بوتين واردوغان عندك حاجة تانية؟ في حاجة تانية قدامك؟ ما فيش للأسف ما عندناش حاجة تانية بس أنا بقول لك إن جهود السيسي المدمرة لأي اتفاق هتمشي لأنه عاوز أكون وياك خدوني وياك طب اعملوا أي حاجة هيحصل وقد تسمع بعد شوية أبو الغيط وهو طالع أو سامح شكر يقول لك أيوة إحنا اللي خربنا اتفاقية موسكو عشان إحنا مصر هيعمل كده لأن دي شغل قال ودي الدولة الوهمية اللي إحنا كنا بنتكلم عليها طول الوقت دي دولة وهمية مش دولة حقيقية ليست هناك دولة حقيقية دولة حقيقية عندها استراتيجي استراتيجي لكل المعضلات الماية المية الحدود البحرية والبرية مين قائمة الأعداء وفق خطورتهم الآن وغداً لها ابديت؟ ليبيا المساحة الكبيرة اللي كانت بتستوعب مليون مصري ناس مشيوا وفي ناس بقوا يعتبروا رهائن هناك ضيعت علينا مليون مصري في قطر ضيعت علينا كم ألف مصري بيروحوا قطر بحماقتك هيروحوا فين؟ ضيعت على مصر حاجات كتيرة ثروتنا بره الناس اللي بره، الاستثمار محدش هيجي لك لأن أنت راجل غبي وعميل وبتخدم حاجة تانية إحنا مش شايفينها. مش عارف تدير حتى يعني أبسط الملفات، الماية ما تقلقوش، إحنا دولة واحدة وفي الآخر قلقنا وواكلين هوا إحنا. يلا يا جدعان أنحارب في ليبيا أنا ابعت وفد لإيران، ابعت وفد لأثيوبيا. في النهاية تلات ملفات عظيمة، غاز راح منك مية راحت منك جزر راحت منك ليبيا راحت منك أنا لما بقى كده وتيجي تركيا من هناك تدخل في ليبيا ده معلش يعني ده بقى تبقى انت قرطاس قرطاس كبير قوي يعني وتبقى انت ابرز الخاسرين في هذه الليلة ابرز الخاسرين لو تم الاتفاق والهدنة هيكون عفتاء السيسي مش مصر لان يعني في النهاية السراج او الحكومة او اي حكومة بيحبوا مصر اكيد بيحبوا مصر بيحبوا شعب مصر شعب مصر ما يا جماعه شعب مصر ما بيكرهش واحنا مش اعداء لاي شعب في المنطقه يا جماعه نحن شعب محب للسلام وبنحب جيراننا وبنحب اخواتنا ما كرهناش في الدنيا وكره الدنيا فينا الا شويه الغاجر دول اسمهم عسكر هم دول الغاجر الحقيقيين دول المماليك الجدد ازاي تقبل انت ظابط ولا عسكري ولا لواء ولا بني ادم ان محمد بن زايد يقود مصر يا جماعه فكروا في الحاجات دي فكروا فيها ده بيقول لك انه الاهرامات فكره ماخوذه من الامارات نهار اسود طب احنا زمان كنا بنتريق ونقول لبنان بتنافسنا في الراس الشرقي يا ترى الراس الشرقي اصل الامارات برضو مش برضو ده سؤال يا استاذ شرعي صح انا بساله فيه الشيخ عصام ربنا يقول لك ده شرعي معرفش يعني لو خدوا مننا الراس الشرقي هيبقى شرعي؟ ايه ده؟ احنا يعني حاجه بيه؟ عندك حاجه ثانيه؟ مباريات كرة قدم في الامارات السوبر في الامارات صح ولا يا استاذ؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ احنا نلعب في الطينه بقى النيل ما بقاش يجي خلاص ما جاش النيل ما جاش مش نجاشي ده كوم انت عندك لوحه الكاسبون او الرابحون او الخاسرون اكبر الخاسرين لو تم الاتفاق ده هيكون السيسي والمعلم بتاع ابو ظبي اكبر الخاسرين ونفوذ ابو ظبي يبدا يتضاءل 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 ودي المرحله اللي جايه 2020 عشرين عشرين فيها حاجات حلوه كتير كتير قوي اهو لو حصل اتفاق الشعب الليبي هيكسب الشعوب العربيه والاسلاميه تكسب عشان حقن الدماء لان احنا ما بنحبش الدم حكومه الوفاق سوار تركيا روسيا لو ما حصلش الخاسر لو حصل اتفاق الخاسرين هم الدول دي والناس دي وشركات السلاح ايوه ركز ده انا بتكلمك على بره مال جوه ايه جوه الناس بتموت في السجون الناس بتموت في السجون يا جماعه من البرد لو كانوا قطط كانوا طلعوا لهم جمعيه الرفق بالقطط يقول لك توفى المواطن المصري الامريكي مصطفى قاسم والمحكوم عليه في قضيه رابعة بسبب الإضراب عن الطعام عارف عارف الأمن المصري الجبان الجبنة واحد بقيت لي رسالة على الصفحة بيقول لي أخوك مش هيخرج طول ما أنت بتشتم في تواضرس أنا بشتم في تواضرس تواضرس أصلا ما يستحقش الذكر ده جزمة في, في, في رجل العسكر يقول لي طول ما أنت بتعمل كده وهنضربه كان يعني الواد يعني إيه مطلع وعليم أو هو اللي بيدير السجون والله عندي رسالة بعرضها لكم الناس في السجون بتموت عارف بيعمل ايه الامن المصري بيروح يعتقل ويعتدي على اهليهم اللي بره عشان يضغط عليهم عشان يوقفوا الاضراب لا ليه كم واحد مات لحد دلوقتي ثلاثة اربعة ده ناهيك عن استهداف عائلات بكاملها هو انت فاهم يا مواطن يا عادي انت ان انت مواطن سوبر عبد فتاة السيسي انت ولا تستاهل تعريفه عنده هو بالنسبه له انت عشره اوعى تفكر ان الضرب بس في الاسلاميين ولا في الاخوان ولا في الثوار اوعى تفكر ان الناس اللي بره والناس الاحرار هيرجعوا لك حريتك ويدعولك لك عتبه ومفضه لا لو ما جبتش انت حريتك بايدك ما حدش هيتحرك لك يا حيله اوعى تفكر ان الناس دي كلها بتضحي عشان حضرتك تنام على ظهرك وجارك قاعد مراته تقوم الفجر عشان تاخد لجوزها حاجات مش لاقيه ثمنها وانت حضرتك عمال تقول دول الارهابيين حضرتك ابو الارهاب مش السيسي اي مواطن مش لا يتعاطف لا يتحرك لانقاذ ولا لدعم جاره وجيرانه ويبقى راجل ما يسحقش الحياه ويسحق لجيرانه من السيسي صح ولا غلطان؟ يعني هنتكلم بصراحه ولا يعني خلينا نتكلم بصراحه انت فاهم نفسك بني ادم سوبر عند السيسي ما هو بيلطعك على قفاك بس الرجاله اللي في السجون دول خرجوا عشانك انت عشان حريتك ولما يجي معاد الحريه لو فتحت بقك هتاخد بالجزمه لذلك ما تستحقش صح ولا يعني العدل عدل محدش يزعل يا جماعه في اسر مش لاقيه تبعت لناسها في السجون فلوس وحضرتك قاعد جنبهم وبتبلغ عنهم ده اللي يعمل كده مجرم وابوه مجرم ولا يستحق العيش ولا يستحق الدفاع عنك يعني انا اقعد ادافع عنك ليه ما تولع بجاس معركتك خدها ولا انا غلطان انما لما تبقى بني ادم ونفسك فعلا تخلص من نظام نفسك تخلص من نظام لازم تتحرك عشان تخلص من نظام هيموتك ما هو انت ميت انت يعني فضلك حاجه يعني ما اصلا انت فاكر انت فيك حاجه يعني فاضله ده انت ما فيكش الا حواجب الحواجب من حياتك كلها كده مفيش حاجة عندك لا أرض لا مية لا غاز لا 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 فقاعد مستني الطيارة تنزل وجايبة صوار عشان يخلصوك ده انت تبقى حيلة قوي وتبقى غبي الشعوب بتتحرك كل الشعوب جزائر لسه بتصور وتونس لسه بتصور وكل الناس بتصور ولسه السودان بتصور بالمناسبة وخد هذا التعليق من حمزة زوبع لم ينتهي الوضع في السودان ولن يستتب لا للعسكر ولا للشيوعيين تاني أقولها لم ولن ينتهي الوضع في السودان لا للعسكر ولا للشيوعيين بس ريحوا شوية شعوب لسه عندها لسه الكلمة الاخيرة ما طلعتش قاعدين شغالين على الناس وتاخدوا البطاطين وتضربوا وتعملوا وانت قاعد مبسوط كده قاعد مسترخي على ظهرك مستلقي ما البرد بعيد عني لا البرد هيجيلك ولو ما جالكش يبقى ضميرك فيه غلط. انت كله غلط. والناس اللي بتعمل الحكايه دي بينشروا صور الظباط وأهليهم ما هيش حاجه بعيده يعني عن الناس. لأن انت معتدي ان ما كانش النهارده هتتحاكم بكره هتتحاكم، وابوك هيتحاكم وامك هتتحاكم. الا اذا كنت انت معاك الجنسيه الامريكيه بالاضافه الى الجنسيه اللي انت معاك او البريطانيه او الجنسيه الصبيانيه، كل ده مش هيغني حاجه. يا جماعه الناس كتير اتبهدلت. وما زالت بتدفع. وانت دورك كبير انت لما تنزل ملصق على صفحتك بس العقرب ارسه البرد ارسه عقرب كفايه عليك ما اقولكش اعمل اكتر من كده الناس لازم تفوق الناس لازم تفوق اللي بره ده مش هيعمل لك الحريه مش هيروح يعمل حريه هو اهو بيعمل اللي عليه وبيتعاقب بسبب ده انت كمان دورك يكون موجود واللي بره لازم نحرك هذه القضيه كلنا ونعمل صندوق صندوق لدعم اسر المعتقلين وكان انا طلبت بيه قبل كده بس ما اقدرش اعمل عمل إعلامي وعمل سياسي في نفس الوقت على اساس ان يتحركوا ويعملوا صندوق لدعم الاسر فيش اسره تعاني ولا ما تلاقيش فلوس عشان تروح لجوزها وسايب عيالها ورايحه في البلد عشان ايه بتعمل الكلام ده كله ليه عملوه ليه عشان مصر عشانك وعشانه وعشانه لما نتخلى عنهم تبقوا اندال تبقى احنا اندال كلنا وده ما يصحش وما يجوش ولا يجب ومش مش في حياتنا ابدا مش في حياتنا ابدا انا قرات عن عبد الناصر وشفت اسر من عبد الناصر اتبهدلت بس النهارده في اسر كتير بتعاني وصمدة والاسر منها واحد واثنين وتلاتة واللي شهيد واللي بره واللي جوه واللي معتقل كل الكلام ده في رقبتنا احنا واحنا رقبتنا سداده بس انت خلي بالك انت اللي في مصر انت اللي مع النظام انت اللي فقدت انسانيتك مالكش حريه. عمرك ما هتبقى حر وانا بتحداك حتى لو الحريه جت هتمسك شمسيه وتقول لا انا عاوز ابقى عبد لانك هتنك عبد. اوعى تفكر ان الحريه لما تيجي والبلاد تتحرر هيبقى لك عين، اوعى تفتح عينك. والناس كلها عارفه الناس كل اهالي وجيران الناس اللي في المعتقلات معروفين يا بيه. واللي بلغوا معروفين هتاكلوا بالجزم زي ما بتاكلوا دلوقتي هتاكلوا بكره هتاخد بالجزمه ومش هتلاقي حته تقويك لان انت رفضت الحريه رفضت الدفاع عنها وقفت وعملت نفسك من بنها انا ماليش دعوه بالناس دي لا يا حبيبي كلنا متحاسبين على المشاريع دي دي هنشيلها كلنا يا نتمتع بالحريه كلنا يا نتمتع بعضنا بالحريه ونديله تعظيم سلام ويبقى الباقي مماليك إذا عاوز تبقى مملوك كمل مع الحكايه اللي انت فيها، عاوز تبقى حر لسه المجال موجود واحنا في يناير ومش يناير بس يناير وفبراير وفي كل وقت، الحريه تاج على رؤوس الاحرار لا يراه الا العبيد. عاوز تتمتع بالحريه اللي على راسنا؟ تمتع بيها. انما انت هتنّك حد طول عمرك، لو عاوز كده كمل، مش عاوز؟ استغفر وابدا يوم جديد وقول انا من الاحرار. تصبح على خير. Eu